بسم الله، ده اشوف ازاي نشتغل بايثون في قلب الداينامو. اجي ادوس رايت كليك واكتب له بايثون سكريبت اهوت. ده هنا المدخلات وهنا المخرجات. طيب المدخلات ممكن اجي هنا اقول له انا عايز ادخل نمبر على سبيل المثال، اهي نمبر بالشكل دوت. ممكن كنترول سي كنترول في اكرره. طيب دلوقتي هوصل ده بده، يبقى انا كده عندي مدخلات داخله. تمام، المخرجات ممكن اسهل على نفسي واقول له واتش، يعني هات لي المعلومه تظهر عندي بالشكل دوت. تمام، هنا مفيش اي يعني مفيش ربط بين ده وده لغايه دلوقتي. طيب انا هقول له دلوقتي ايه المدخلات عندي، مثلا اكس هتساوي ان، لاحظ ان هنا ان زيرو. طيب هقول له ان زيرو بين قوسين كده، ده هنا زيرو. طيب المخرجات هقول له خلي المخرجات تساوي اكس وهقول له رن. طيب لو انا غيرت الرقم دوت اوتوماتيك بيتغير زي ما انت شايف. طيب ممكن اجي هنا اقول له خلي الواي بتساوي انبوت، ولازم كابيتال يعني زي ما هو مكتوب فوق يبقى مكتوب تحت. تمام، طيب لو قلت له رن ايه المشكله؟ ان انا ما عنديش اصلا انبوت 1، اقول له زائد واروح موصل ده بدوت واقول له رن، مفيش اي مشكله خالص. تمام، بس الرقم ما خرجليش هنا لان انا ما قلتلوش يظهر لي الواي، فاعمل كوما كده واقول له الواي واقول له رن. بعملهم لي ليست لان هما مخرجين مش مخرج واحد، فعشان نفرق بينهم عملهم ليست بالشكل دوت. طيب لو انا عايز المخرجات ديت تمام تبقى مثلا بوينت، اروح قايل له بوينت البي كابيتال بوينت دوت باي كوردينيتس والكوردينات بتاعتي ممكن نخليها 0.0.0 واقول له رن. تمام، هيعمل لي النقطة اهيت. لو انت عملت زوم هتلاقي النقطة اهي. طيب لو جيت هنا وقلت له بدل الزيرو دي خليها مثلا 4 أو 5 هتلاقي النقطة اتحركت. طيب خلي ده مثلا رقم كده اهو. طيب لو انا قلت له خلي ده باكس وده بواي او العكس اقول له رن، هيبدا يجيب لي النقطه اهيت. شايف النقطه دي تقدر تتحكم فيها دلوقتي بالشكل دوت.